هاد المسطره صوبتها في القناه ديالي ام ساره، مرحبا. ليش كتصلح هاد المسطره؟ هانتوما الا شفتوا فيها 150، ما يمكنش البنات اللي كنهضر على اللي كيتعلموا، ما يمكنش غادي ينوضوا يديروا الموديلات كلهم، غادي يعكزوا ويبقاو يتفرجوا غير بعويناتهم. كاين متفقين معايا ولا ما متفقينش؟ غتبقاو تشوفوا غير بعينيكم. نشوف هذا الفيديو داز، هادي ساعتين. فاش كتشوفوا الفيديو كيبان لكم داك الشيء ساهل، داز من هنا هبط، ولكن فاش كتشدي التوب ولا كتشدي الباترون وتبغي تطبقي، تتلقاي راسك مشكل، ياك ولا لا؟ كتلقاي ما عارفه حتى شي حاجه. اذا هذه طريقه تتبقى مهمه اللي غادي تمكنكم باش تطبقوا الموديلات اللي نتوما شفتوهم، وفي نفس الوقت ما نضيعش التوب ديالي. صافي، هذا هو المهم والغرض من هذه المسطره. هذا النقطه الاولى. واخا غادي نعاودها. اوكي، النقطه الثانيه، حتى اللي محترفه، حنايا ما حدنا عايشين وحنا تنتعلموا. الا كنت مثلا محترفه في الفصاله والخياطه، غيبان ليا يبان ليا شي موديل اللي هو معجب، شي حاجه اللي بغيت انا نزيدها، شي حاجه اللي انا ما تنعرف لهاش، حيت ما يمكنش انا نكون تنعرف كل شيء، كاع لي موديل نكون تنعرف ليهم. واخا شي حويجه اللي جديده عليا، شي لبسه اللي جديده عليا، شي فورم اللي جديده عليا بغيت نطبقها، نديرها غير في تويب صغير وغتنشوف. هذا من جانب. من جانب اخر، مرحبا حبيبتي، من جانب اخر عاوتاني، هاد المسطره هادي، اسمعوا لي هاد النقطه مزيان حتى هي مهمه. عندي انا ثوب فيه متر وخمسين مثلا على جوج وخمسين، وعندي مقاسات دياولي هنا محطوطين، وجالسه تنتفرج في هاد الثوب واش غادي يقد ولا ما غاديش يقد. صافي، كيفاش غادي ندير نعرف واش يقدني ولا ما يقدنيش؟ هاد المسطره هادي غادي نجيب انا ورق ولا ثوب صغير، وغادي ناخذ المقاسات ديال داك الثوب الكبير، غادي نصغرهم ونديرهم، نقطع الثوب على داك المقاسات ديالو الحقيقيه، وغادي ندير المقاسات ديالي بالمسطره المصغره، وغادي يمكنني هذاك الثوب باش نعرف كيفاش نطويه، منين ندوز ليه، كيفاش نخرج لكم، كيفاش نخرج القب. ما نبقاش انا تنلعب في الثوب الكبير، ولا نضرب في المقص ونلقى داك الشيء ناقص، ولا نمشي نبقى نخطط الخط الاول ما صدقش، لا الخط الثاني ما صدقش، وكتدخلي في واحد الدوامه. اللهم كديري هذه الطريقه هذه، ما تستهنوش بها، مهمه مهمه جدا. تي قالت لك واحد الاخت اللي بغى يبدا معاك، اشنو يتواصل معايا؟ قالت دخلوا لك واحد غير الاخت اللي بغى يبدا معاك، اشنو اللي بغى يبدا معايا يدخل الفيديوهات ديالي، غادي يدخل يلقاو الميساجات؟ الرقم ديالي ديال الواتساب كاين حتى راه الميساجات في كاين، تيك توك؟ كاين، من الاحسن ياخذوا الرقم مباشره ويتواصلوا معايا، وغادي نعطيهم يعني التفاصيل ديال الدوره. جيت انا ما غادي شاء ناخذ الله. المقاسات، انا حاطه لكم الطريقه ديال اخذ المقاسات في القناه ديالي. كاين الجروب المجاني هو ديال اليوتيوب، والجروب الاخر ديال الدوره التكوينيه عن بعد بثمن رمزي، رمزي ماشي شي حاجه يعني كثيره، مدة ديال 4 اشهر. اخذ المقاسات البنات قلت بانني حاطه في الفيديو، في الفيديو على القناه ديالي، دخلوا شوفوه. اللي ما كتضبطش اخذ المقاسات، لان الا ما كنتيش كتضبطي اخذ المقاسات هرجعي اللور من الاخر، لان الا ما خديتيهمش اكزاكت حتى حاجه ما تصدق. تعلمي الموديلات حتى تشبعي كيف ما بغيتي، الا ما كنتيش خديتي لي ميزور بالضبط وعرفتي الزيادات اللي غادا تزيدي بالضبط، راه ما غادا ديري والو، ما غادي تصدق لك حتى شي موديل كيفما كان نوعه، من غير هادوك لي اوفر سايز، يعني داك الا جيتي وغادي تولي بحال اون ماشين، بحال ان باترون نورمال، يعني غادي تولي كتجي وكتحطي موديل ديال كل شيء. صافي، هذيك ممكن ديريها. مرحبا بك ليلى، ممكن ديري هاد المساله هادي. مرحبا حبيبتي زعيمه، لاباس عليك هانيه. نطلع معايا زعيمة الا كانت ما تطلع. دونك الا بغيتو، يعني الا بغيتو تاخذوا المقاسات كما يجب. السلام عليكم، ترحب بك جوله. وي عليك السلام زعيمة، لاباس عليك حبيبتي، شرفتينا، مرحبا بك. اذا ترحب بك جنة كبيرة.
قلت إلا كنتي غادي تاخدي المقاسات مزيان يعني غادي تصدق لا بياس، إلا ما كنتيش كتعرفي تاخدي المقاسات شنو هما لي بياس اللي غادي يصدقوا معاك، هما اللي هما عاديين لي اوفر سايز، داك لي تاي ستاندار اللي غادي نقول لك ديري 22 في الكتاف غديري 22، ديري لي 30 في الصدر. ها بشحال ديت المقاسات ديالي حطيتهم، ودابا اشنو غادي ندير؟ غادي نطبق بهاد المسطره هادي الموديل ديالي. انتبهوا البنات، انتبهوا البنات اللي مازال ما كتعرفش تستعملها. حطيت المقاسات، شنو قلنا؟ 1 مليمتر، شرطه وحده صغيره، شرطه صغيره هي 1 سنتيم، هي سنتيم واحد صافي، 1 سنتيم. القياسات ديالي حطهم قدامي هنايا صافي. نتوما بطبيعه الحال غتكتبوا الكتاف، ارتفاع الصدر، داكشي اللي موالفين حنا كنديروه وتنعاودوه دائما ان شاء الله. واخا غير انا هنا غادي ندير الكيمونو، بما ان البنات خدمت معاهم اخر مره الكيمونو، غادي ندير التصغير ديال الكيمونو، نتوما غادي ديروا لي التصغير ديال الكورساج الاساسي بهاد المسطره هذه صافي البنات. هذا هو التطبيق اللي كاين. انا جالسه تنخدم في الراندا. واخا عزيزه، عزيزه كتخدم في الراندا، خدمي وتابعي. المهم راه متابعه على كل حال. اذا جيت مثلا الكيمونو اللي كنت درت معاكم اخر مره، درت له التطبيق في الباترون، ودرت له التطبيق تبارك الله عليكم ما شاء الله، في التوب وجا رائع، برافو عليكم. غير هذاك نيت بعدا ديجا منين مفهوم، نجيو نخدموه بالتصغير هذاك، حيت فهمتو ولقيتو كيفاش دايره، غادي نخدموه بالتصغير. كيفاش غادي نديرو؟ غادي نجيو، قلنا نجيو نحطو هنايا بعدا واحد الخط باش يعطينا التيران فين غادي نخدموه هكذا، ونديرو زاوية قائمة. هاد الطريقة ديما تنقول لكم البنات ديروها حتى في التواب، لأن تيكون شوية ديال ديكالاج في التوب هكذا، باش كتأكدوا أنكم خدامين في واحد لو تيران لي مقاد، ما فيه لا طالع لا هابط مزيان. اذا حطيت هنا غنحط الصفر، شنو غادي ندير؟ اول شيء غادي ندير هو الكتاف، غنحط الكتيفات ديالي. شحال عندي في الكتاف؟ عندي 20 سنتيم، ها هي 5، ها هي 10، ها هي 20 صافي. هذه راه 20 سنتيم، واخا تشوفوا هكذا صغيره كتحطوا المقاسات اكزاكت، راه من هنا غتعرفوا واش داكشي صامغش ولا لا. حطيت 20 سنتيم. شحال عندي في العنق؟ عندي 8، خدينا قلنا في داك الكيمونو خدينا 8 في العنق، 5 6 7 8، قلنا 1 مليمتر هي 1 مليمتر هي 1 سنتيم. هبطت هنا بجوج، ندير هكذا ونهبط بجوج ديال المليمتر. الا ما كانش واضح قولوها لي، الا ما كانش الرسم واضح والورقه واضحه قولوها لي نبدل البلاصه. كنرسم العنق على هذا الشكل، هذا واضح البنات كتشوفوني؟ واضح واضح اختي. لا لا راه واضح البنات، راه تيبان لك انا واضح. بعدا 8 سنتيم، 2 سنتيم، هنا حطينا شحال؟ 20 سنتيم ديال اش؟ هذيك ال 20 ديال الكتيفات صافي. حنا دابا كنخدمو الربع، كنخدمو الربع. جينا شنو اول حاجه غادي نديرو؟ غادي نهبطو بارتفاع ديال الصدر في الكيمونو. علاش البنات حطينا ارتفاع الصدر، دورة الصدر، ارتفاع الخصر، دورة الخصر؟ علاش هادشي كله؟ حنا غادي نديرو الكيمونو اوفر سايز، غادي ندوزو منو نيشان باش ردوا البال، حيت كاينين الناس اللي كيكونوا عراض، اللي كيكون عندهم لي هانش، ولا كتكون عندهم الكرش بارزة، عليك السلام حسنة. كاينين الناس اللي تيكونوا هكا، ملي كتحطي لهم لو سكوليت ديالهم هنا، كنحطو السكوليت ديالهم يعني الجسم ديالهم، كنديروا له اسقاط وكنحطوه هنا، وعاد ديك الساعات ديري هذاك الاوفر سايز كيف ما بغيتي. وكاين اللي تيبغي الوسوعيه بزاف، كاين اللي تيبغي يكون شويه، دونك على حسب صافي. دونك جينا حطينا هنا ارتفاع ديال الصدر، شحال قلنا ارتفاع الصدر؟ 28، 25، 26، 27، 28، حطينا 28 هنا. هنا 28، دورة الصدر شحال درنا؟ 30. إذا جينا حطينا 30، هاهي 30. دائما البنات زاوية قائمة، خدمو ثلاثة يهرب، زاوية قائمة باش نحط كاع الارتفاعات ديالي، نحطهم لاكبر كبير صافي. هادي حطيت 30، هنا درت 28 سنتيم، هنا 30 سنتيم.
جيت بغيت عاوتاني نحط شنو؟ نحط ارتفاع ديال الخصر. ارتفاع الخصر شحال كتبت ليه انا؟ 30. كل وحده تحط ارتفاع الخصر حطيت ليه 40، كل وحده تحط مقاساتها. وارتفاع الورك حطيت ليه 60. دورة الورك، دورة الخصر حطيت لها 28، هكذا 28 جات هنا. ودورة الورك حطيت لها 32 جات هنا. وغادي ندير عاوتاني هذا ونحط بزاوية قائمة دائما. اذا هادو غير ارتفاعات ديال المقاسات ديالي باش نحط انا السكوليت ديالي باش ما نقيسوش في هذاك الاوفر سايز اللي انا غادا ندير. بمعنى عندي هذا هو الباترون ديالي جاي هكذا دائما زاوية قائمة. درت الطول ديالي الكلي اللي قلت لكم هو 1.35 متر هو هذا ما كملات. سارة فين شريتيها؟ انا في كازا ما شريتهاش اختي، راه صايباتها. صايبتها اختي، راني حطيتها في الفيديو كيفاش تصايبيها، كاينه في اليوتيوب قناه. كاينه في القناه ديالي، دخلي القناه بنفس الاسم ولا كاين الرابط ديال القناه. البنات اللي ما مسجلاتش معايا دخلوا شوفوا القناه. حطينا هنا 40 في جلايل، هيا دي 40. قالت لك عزيزه مسكينه، قالت لك انا الطاي ديالي بحال ديك المسطاره، لا صدر لا ليهاونش، وتضحك مسكينه. وسعدات يا اختي فين عاوتاني اللي باغي ينقص، راه كلها همو كلها شالو بغي راسك كما انت. هادشي اللي غادي نقول لك، غليظه ولا رقيقه ولا المهم، بغي راسك كيف ما انت وفرحي براسك وفرحي بصحيحتك، بان ما عندك حتى شي مرض. هذاك هو الرزق ديال الدنيا والدين، ما كاين لا غلط ولا ضعف ولا يديك ولا يخليك، باش نكونوا واضحين. حطيت السكوليت ديالي هو هذا، وقلت لكم اللي بغات دير هنا، راه مازال ما طيحتش الكتاب حيت انا بغيت غير نحط السكوليت صافي. اما هنا نورمالمون غادي نهبط ديال الصف. حسنا شنو قالت حسنا؟ ذوقيها اختي ذوقيها. الله يلاك مسكينه. واه سبحان الله. اذا البنات زيادة على هاد الاكتفاءات اللي عندي هنا غادي نهبط بالكميمات ديالي. مثلا عندي 58 غنهبط ب 58 ها هي. ولكن قلنا دائما نحط المسطرة على هاد الخط، هاد الخط هو اللي غادي يعطيني الميل. هادشي راه ديجا شفتو معاكم البنات اللي متبعيني، ونحط 58 جاتني حتى لهنا 58 هكا. زاوية قائمة هنا، ناخذ كميماتي شحال انا بغيت. بغيت 24 دائما بهذا المسطره، كناخذ القياسات باش يعطيك داكشي مضبوط. مثلا 20 بركه، يلا حطيت 20 اللي بغيتو. شوفوا نتوما الفتحه شحال بغيتو فيها بنات. راه حطيت هنا زاويه قائمه. اللي ما عرفاتش تطبق الباترون ديال الكيمونو ولي وشوفوا معايا، انا كنعاودو هنا زاويه قائمه، ها هي زاويه قائمه عاوتاني، وكنطلع التال هنا صافي مزيانه سال هنا باش حيت هادي اللي خربقاتكم. هاد الطلعه هي اللي خربقاتكم، راه هاد الزاويه القائمه هي اللي كتوريكم فين طالعين. ها هي هاد الزاويه القائمه، تنقول لك ما درتيش زاويه قائمه. السيدة ما تخدميش تقويرة هنا في الفصالة، هنا ما تخدميش تقويرة ديال لكم. هذا الكم متصل، كمو منه متصل. فهمت؟ هذا الدرس هذا ديجا انا درته، راه حطيت اللايف ديالي في القناه ديالي وشرحت لهم كيفاش يديروا لهذا. هذا اللايف هذا ديال الكم متصل ديال كيمونو، كديري به كيمونو كديري به قنادره. مثلا مثلا في الثوب شحال خاص يكون؟ خاص يكون 3 متر ولا بغا يكون الكم منه؟ هذا الثوب ديالك غديري الطول ديالك في اثنان صافي، اولا على جوج الطول ديالك في جوج، اولا يعني الطول اللي باغاه ماشي ضروري الطول ديالك. مثلا كاينين بنات تبارك الله اللي صوبوا منه اللي طاروا التطبيق ديال هذا الدرس وصوبوا منه دي توني، كاين اللي صوب داك لي فيست داك اللي بحال مونتو كيتلاح كيجي قصير غير حد الركبه. كاين كلها واشنو صوب منه، فهمتيني؟ لان هذا الكم متصل صراحه فيه بزاف ديال لي موديل بزاف. كديري بعدا كندوره درجه، كندوره العيالات، كديري منه جلابه، كديري منه قميص، كديري منه كيمونو، كديري منه هكذا داك لي تونيك اللي تيتلاحوا، عرفتوا داك لي بول فيست
بديتي تلاحوا فوق الحويجه تيجيو غزلان بهذا الثوب ديال البرد. دابا هذا الثوب ديال دابا ديال البرد تيجيو فيه رائعين. لا درتي له لي بوطون، درت راه دابا نلوح لكم واحد الموديل راني لحتو البنات شافوه زوين زوين بزاف. هذاك لو موديل. دونك هاد الفصاله هادي راها يعني كتخدم بزاف. نزهه مرحبا حبيبتي. كتخدم بزاف ديال لي موديل. هاد الفصاله زوينه زوينه بزاف، كتخدم وكتجي زوينه و سي تا لا مود. عرفتو هذا نيت اللي انا لابسه لا هذا فيه تطيح الكتاف. بغيت نقول لكم بحال هكذا كم متصل. غادي تستعملوه بزاف. علاش يجينا داك التوب ديالكم متصل؟ خاصو يحتاج التوب شويه، ولكن انا كيما قلت لك راه الطول اللي باغا نتيا في اثنان. بغيتي حتى الارض مريم راه انت اللي تهبط حتى لبنى. انا راه كنت مطلعاك طلعي وهضري معايا. مشكل ديال الكونيكسيون ما عندكش حيت كنطلعك وتتهبط لبنى تدخلي عندي تهضري معايا مباشره اللي كانت شي حاجه مهمه. دونك قلت هذا الموديل هذا راه تيخدم بزاف. صافي من بعد جينا للجلايل البنات. من جلايل غادي نطلع نيشان. هانتو من جلايل هكا سيري نيشان. بغيتي ديريها شويه واسعه هكا مزيان، بغيتي ديريها هكا. شوفي انت شحال باغا تزيدي على داك العرض ديالك. غير هي ما تقيسي لي حتى نقطه هنا. الا كانت عندك الكرش ما غاديش تدخلي فيها، يعني دائما هربي. هاد الموديل هذا تيجي واسع شي شويه. كان عندك الورك ديما هربي، ديما بعدي بربعة سنتيم لو مينيموم، اقل حاجه هربي بربعة سنتيم. صافي عليك السلام مريم. عليك السلام ماروكان. عندي قناه ماروكان. ادخلي غير الصفحه الرئيسيه ديال تيك توك، ولا هي ايتير كوتور، ولا ديري ايتير كوتور، ديري عالم الهام ايتير. عندي جوج سميات يعني بالعربيه وبالفرنسيه. دخلي غير الصفحه الرئيسيه ولا ديري نفس الاسم اللي كاين في تيك توك، حطيه في القناه وغادي يخرجوا لك الفي فيديو ديالي. دونك غادا تحطي مثلا انا بعت هكذا، ما بعتش بزاف، نديرو بالمسطره هذه. انا مثلا ما بعتش بزاف غير هكذا برك. صافي البنات وبالبيروكي غادي تدورو واحد الدوره هكذا تقويز. صافي وهنا طلعوا واحد شويه بواحد على حسب العرض شحال درتو. الا درتو 36 طلعوا غير بجوج سنتيم هنا، وصلتوا 40 الفوق طلعوا بثلاثة. المهم هي باش كيجي داك المنظر دائري في جلايل، ما تيجيش الجنحين. واخا هذا علاش نقول لكم طلعوا هنا. واضح هذا هو الكيمونو ديالنا. صافي ندوزو الحاجه اللي مهمه ايضا. اذا ها انا درت التطبيق ديال الدرس ديالي. دابا هذا شنو الفرق ما بين الدرس فاش درتوه نتوما البنات عادي والدرس بالمسطره؟ هذا منين كتشوفي الموديل تيبان لك معقول، منين كتكوني دايره غير عينك ميزانك تقدري هاد العنق وصلتي حتى لهنا، والكتاف درتيهم غير حد هنا، واليدين درتيهم صغر من العنق دي فوا ياكو ممكن يعني كلشي كنتظر منكم اي حاجه، لان هي كانت الهدف عندكم تتقولي راني فهمت، كتكونسونطرا مع لو موديل، تتقولي راني فهمت الموديل خاصني نحطو دغيا. ولكن داك لي ديكالاج ديال داك الديكالاج ديال المقاسات راه تيعوج داك الموديل، كيولي مسكين مبهدل هكذا. بالمسطره مسخره هانتوما شوف سكريني والبنات ها شتي تيجي زوين، كيجي معقول. راه باين هذاك مطويل، باين هذاك انيق، باين داكشي كيجي هو هذاك زوين. صافي مستاره شو شنو كتبت خديجه؟ والله استاذه ما درتوش على قبل المقاسات، دابا نديرو بعينيا مغمضين. وصلت الفكره؟ وصلت. دابا ها هي المسطره، يلا سيري ديري المسطره ولوحيها لي في الجروب بعدا باش نشوفك راكي درتي ما حضرتيش من الاول. هندو ماشي مشكل، تبعي معايا اللي بقى غادي نحاول انغوجيستري لكم اللايف. السلام، بغيت نسولك واش بصح القياس ديال الصدر نقص جوج نديرو في التركيز؟ شوفي انا ما نقولكش ما بصحش،
مسطرة مفعلة. كاين كاين اللي تيطبقها، كاين ولكن كاين لا اللي ما لا شوفوا عرفتوا علاش انا ما تنطعن في حتى شي طريقة، حيت تنآمن بان الخياطة عندها بزاف ديال الطرق. بوان، شتي الخياطة كل واحد يخدمها كيف قال له عقله، ليسونسييل فاش تفصل وتحط ونشوفها تكون مزيانة، وفاش تلبسها تجيني اكزاكت. منين دزت كل الطرق تؤدي الى الفصالة، ما عندناش مشكل صافي. غير هو نصيحة اللي ديما تنصحها لكم رشيدة، مرحبا بك حبيبتي معايا. الحاجة اللي تنصحكم بها هي ما تشوفوش بزاف ديال الطرق. الله يعطيك المبتدئين، اما خلاص اللي تبارك الله محترفين شوفوا بزاف ديال الطرق. ميرسي حبيبتي هند، خليك ليلي. المحترفين شوفوا بزاف ديال الطرق، تعلموا تعلموا، لان ما تبقاوش منحصرين، ما تسدوش عليكم الناس اللي كيفهموا في الخياطة، ما تسدوش عليكم. لان منين تتشوفوا، انا تيعجبني نشوف المهم الفصالة ديال ايطالي، ديال فرانس، ديال اي فصالة تيعجبني نشوفها، تيعجبني نشوف طرق مختلفة، ما كاين حتى شي مشكل. انا عارضك يا استاذه، سمحي لك الله يسهل عليك. راه المبتدئات بحالنا راه فعلا خاصك تشوفي وحدة بحال مثلا تتبعي معاك وحده، ها اما لا جيتي تشوفي عند هادي وهادي وهادي ما تيتلف لك البلان. تعلميش، ما ماشي انت تعلميش، معلمه سلام. ما تعلميش. شتي لا شفتي، كنتي مبتدئة وبقيتي تشوفي هنا وهنا وهنا وهنا، غادا تستمتعي فقط، ما غاداش تعلمي. فقط ما تعلميش. حيت اللي تيحب الفصاله تيبغي يشوف داكشي تيتفصل، وداكشي دغيا تغياليزا، وشاف لو موديل تيبغي، يعني غتستمتعي بهذاك الشيء، ولكن ما غادا تخرجي بحتى شي معلومه، غادا تدوخي، غتبقى ولي تقول ما واه طبقش، اه ولي ما طبق، ولي ما طبقش يعني بحال مثلا هاد الدرس ديال ولي ما الكيمون اللي عنده تشوب وطبقه، راه احسن حاجة. الا طبقتي راه مزيان. غادا تدوخي، يعني الا بقيتي كتسناي ونشوف هذا ونشوف هذا ونشوف هذا، غادا تدوخي. انا تنقول تبع مع انسان واحد، انسان واحد يعلمني، يعلمني دو ا ا زد. شكرا حبيبتي هند، خليك ليلي. يتبع دو ا ا زد صافي، تعلمت، خديت القواعد الاساسيه، فهمت، عرفت كي ندير نخرج راسي، عرفت كيفاش نصوب الثوب، عرفت المسائل اللي مهمه. بديت كنعطي، بديت كنفصل، نرسخ داكشي في دماغي، نعرفه. ميرسي حبيبتي سهيم، نعرفه، فهمته، صافي مريضنا ما عنده باس، تعلمنا، يلا وانطلقي. ديك الساعه تشوفي اللي بغيتي، شوفي هذا كي كيدير وهذا كي كيدير، ودائما احتفظي بداك الحويجه اللي انتيا جاتك هي هذيك اكزاكت، احتفظي بيها، ما تفلتيهاش، ما تبقايش غير كتخربقي ولو تعلمي. كملوا، درنا لو باترون ديالنا، هذا كيمونو راه بسيط، راه هذا الشيء اللي درت انا هنا، هذا الشيء الهدف ديالو الكيمونو راه هو هذا. تنهبطو بالميل ديال الكتاف، وتناخدو قياس ديال الكم ديالنا، تدير هنا زاويه قائمه وهنا زاويه قائمه، تندورو تنهبط مع جليل، هذا هو الكيمونو ديالنا. هاد لو سكوليت الدخلاني علاش انا تنديرو؟ باش نرد البال، بحال الارم، بحال شي انذار. عندي نقطة هنا تتقول لك ما تقيسنيش، ونقطة هنا تتقول لك ما تقيسنيش، ونقطة هنا. ماشي انا نقول ورا ساهل الكيمونو ندخل ونرسمون هذا، وانا عندي الحوض، عندي الحوض مثلا، او عندي البطن بارزة وغادا نسدو، مازال كان محلول، ما عندنا مشكل، وغادا نسدو، غادا نديرو مسدود مثلا، فهمتيني؟ ما يمكنش. هادو نقط كيعطوك بحال انذار، ما تقيسنيش هنا، ما تقيش، الله يعطيك الخير، وخدم فين ما بغيتي. دونك غنزيدو نكحزو، بما انه اوفر سايز راه توصلي حتى لهنا، ما عندناش مشكل. راه كاين اللي كيدوزو من هنا، ها من هنا ويهبط، ماشي كاين، مي كاينين موديلات، ماشي كاين، كاينين موديلات اللي تيمشيو من هنا من الكم كريد، راه البنات اللي كنديرو يعني، ولا داك ستيل فراشه ولا هذا، كيمشي من هنا تيهبط ديريكتومون. متفقين؟ متفقين. ديري طول الى بهذه الطريقه هذه، انا كنهضر على الكم متصل، حيت الكم متصل ما كتقطعيش هنا، هو داكشي علاش كيكون كيخصك الطول في اثنان، الطول ديالك في جوج. فاش نجي هاد التوبه البنات، بغيت نطبقو هاد الباترون، بغيت نطلقو نطبقو على التوب، التوب كيف ما كان، ولو يكون عندكم داك الطريفات ديال التوب اللي كيشيطو، خدوهم من عند الخياط وتعلموا فيهم، ما كاين باس صافي. هادوك الطريفه سيروا عند الخياط، قولوا الله يخليك، راه هو تيلوحهم، قولوا الله يخليك، الا شطوا عليك شي طرف عطيه لي، ما فيها حتى شي عيب صافي. هذاك الفصاله تنفصل راسي لبنتي،
متبعة مع الأستاذة في اليوتيوب صراحة، والحمد لله تنستافدو الصراحة. مرحبا. اذا البنات احتجتوا غادي نعبروه، انا بغيت نتبع معاكم. مرحبا البنات اللي بغات التكوين شي هكا، ونجي عاوتاني لهذا وناخد متر ونص في العرض. اذا خديت جوج ونص في الطول على متر ونص، هذا غير العادي صافي. وغادي نفصلوه نقطعوه هكا ونشوف شنو غيعطينا. هذا راه تويب نورمالمون ديال الطرز، كنعلم فيه الطرز ولكن ما على كل حال نجربو معاكم. راه عندي التوام ما عرفتش اش ما جبتهمش اش ما انا نقطع لكم التوب حداكم نيت وشوف. شكرا. يزيو فيغ زيو فيغ. غادي الناس اللي باغا تتعلم والله الا غتعجبها هاد القضيه، غتعجبكم لان انا عارفه التوب كيعكزكم. كتقولي غنجيبو ونقطعو واش يصدق واش ما يصدقش، واش هادي واش هادي، ونصدق هي مضيعه التوب، انا عكزانه نخرج نجيب التوب ياكو. حيت كاع البنات اللي عندي تيقولوا هاد الهضره، ما قطعتوش مقاد ما يهمش ماشي مشكل. هذا هو تويبي، ها هو جوج ونص على متر ونص. دابا من هذا، من خلال هذا التويب هذا، غادي نعرف هذا الموديل كيفاش غادي نحطو صافي، وغادي نعرف واش غادي يقدني هذا الموديل ولا ما غاديش يقدني. مثلا طويت الثوب على الطول هكذا، البنات اللي معايا في الدوره وليتهم وريتهم بزاف ديال الطويات على ما كاينتي الثوب مثلا، طويت انا وريتكم جميع الطويات البنات اللي معايا، وريتكم الطويات ياك نفردو. حنا دابا غادي نديرو داخله في خارجه، في هذا نديرو داخله في خارجه، حيت بما انه كم متصل نديرو له داخله في خارجه صافي. نحطو جوج باترونات هنا كاع هكذا ونقطعوهم ونديرو الاثمن الثوب. هانتم هذا مغلق، اذا ناخذ منه الخلف ياك، ها هو الخلف ديالي. نديرو في هذا داخله في خارجه بحال هكا ونشوفو واش غيخرجنا ولا ما يخرجناش. ها هو هذا الامام محلول كيمونو، الامام محلول ها هو نقادو، ما قطعتوش صراحه القاد ما كاين، بس الامام محلول والخلف مسدود صافي هاك. الامام محلول الخلف مسدود والامام محلول، درنا داخله في خارجه. كنتمنى يكون تيبان ليكم. ها نتوما درنا داخله في خارجه وبغينا نشوفو هاد الثوب قبل ما نفصلو. درت له المسطره المصغره وقطعته بالقياس المسطره المصغره، درت الباترون ديالي بالمسطره المصغره، بمعنى الا هادو مقاسات حقيقيه. الا قدكم توب بهاد لي باترون هذا، تكلوا على التوب ديالكم وديروه غادي يقدكم بعينيكم مغمضين صافي. ما قادش خرج شي ديفو فيه، خرج لكم خارج هنا، خرج ما عرفت شنو، ما قادش قلبوا على طريقه واحده اخرى مزيانه البنات. هذه طريقه من بين بزاف ديال الطرق كيفاش تستعملوا الثوب. حنا غير الا بغينا نقولوا هذا كيمونو مفتوح من القدام، نديروا هكذا الباترون ديال الامام، ها هو فيه جوج، يعني غادي هذا راه الربع هذا باش خدامين فيه جوج، بمعنى هذا غادي يعطينا النصف وهذا غادي يعطينا النصف. انا البنات ها نتوما هنا ها هو مخرجني، انا نكحز وهنا ها هو مخرجني صافي، ها هو مخرجني الثوب. الثوب انا خديته بالمقاسات الحقيقيه صافي، غنتوكل على الله. كان عندي جوج متر وثلاثين وحتى ترى غيجيني شي شويه ديال الطول، ماشي هو هذاك، اما غادي نقبل داك الطول اللي هو قصير ما كاين باس، نقولو غير كيمونو تيتلبس مع السريول ما كاين حتى شي مشكل، اما غادي نشوفو حل اخر ونديرو توب وحيد اخر اللي الامام. واضح الله يستر عمر الله يبارك فيك. هذا اللي هنا ما غنخدموش بهذا الكل، هذا بطبيعه الحال غادي نديرو كما تنوريكم، نهبطو حتى نهبطو هكذا بخط مائل حتى للحزام هكذا على هذا الشكل هذا. صافي. اذا ها الامام هو اللي قطعت له الكل ديالو، الامام وهو اللي حطيته في الجهه المفتوحه. هانتوما هذا الامام ها هو مفتوح هنا، وهذا الخلف هو هذا. هذا البنات اللي يلاه دخلوا كيمونو خدمناه
بمسطرة مسخرة. البنات هذا كيمونو خدمناه بمسطرة مسخرة في القناة ديالي، وريتكم كيفاش ديروا المسطرة مسخرة. صافي، كنوريكم دابا كيفاش تستعملوا هاد المسطرة المسخرة ولاياش كتصلح، كيفاش غنستعملوا المسطرة المسخرة ولاياش كتصلح. اذا هاد المسطرة المسخرة كتمكنني بانني نعرف بعدا كيفاش ندير الموديل بلا ما نبقى نخسر الثوب، وندير ضروري كاع لي موديل اللي انا تنعرف نديرهم كبار باش يعني باش نتعلمهم. وايضا كتوريني واش هذاك الثوب اللي عندي انا غادي يكفيني في هذاك الموديل اللي غنخدمه او لا لا. اذا يمكن لكم ديروا موديل مصغر بمقاسات حقيقيه، وهو اللي غادي يوريكم كيفاش غادي ديروا الثوب ديالكم، كيفاش غادي تطويوه، شنو هي الطيه اللي غتخرجكم، شنو هو القياس اللي غادي يخرجكم. غادي تنفعكم بزاف، هذا الدرس راه مهم جدا. درت هكذا، اذا لا بغيت نقطع انتبهوا معايا، نقطعوا كاع حنا هذا الموديل، شوفوا كيفاش غادي يجي من بعد. هادشي كلشي اللي بغات تبقى دير الموديلات مصغره راه غير هاد الطريقه، يعني ما هيش شي حاجه كثيره، سهل سهل بزاف. الا قلتوا لي حتى هاد الشيء ما عرف. صافي، هانا البنات كيمونو ديالنا شكون تشري، هانتوما شكون بغات تلبس كيمونو شكون اللي بغات تلبس فيكم كيمونو، هانتوما زوين من عدم زوينات. سورتو الا كان الا كان الا كان تيسو، احنا بنتي بغينا غير نتعلمو. تماما، تبارك الله، زوينه الفكره وصلات الحمد لله. ما شاء الله عليك، قلبك كبير وباينه ما تحسديش. لا لا، ما كنحسدوش الحمد لله نبغيو الخير لينا ولغيرنا. شوف، واللي في رزقك غادي يوصل لك بهذا المفهوم. انا زعما لو كون يكون واحد الايمان بان اللي في رزقي غادي يوصلني، راه كل شيء غيكون مرتاح، كل شيء غيخدم بواحد الاريحيه، وكل شيء غادي يكون اليس. اللي في رزقك، شتي كتحيد من هنا شي حويجه صغيره مثلا، كتنقص لي شي حاجه، كيجيب ربي واحد الرزق من قنت اخر من حيث لا تدري. علاش غادي نحسدو؟ خلي قلبك زوين، خلي نيتك زوينه، الا بنيتكم ترزقون. صافي، هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. كنتمنى هاد اللايف يكون استفدتوا منه يا ربي. ها انتم الكيمونو البنات تيجي زوين، كيجي بمقاسات حقيقيه، يعني ما كيجيش ماشي هو هذاك، كيجي بمقاسات حقيقيه، من خلاله كتشوفي واش داكشي اللي باغا انت ديري هو اللي كاين ولا لا. انا غنتعلم على يديك ان شاء الله. لا اله الا الله، مرحبا حبيبتي، مرحبا والله القسم. زعما البنات اللي معايا ها هما معايا هنايا، نيت فرحانين، عجبهم الحال، استافدوا. تبارك الله عليك اختي الهام، الشرح كان زوين ما شاء الله، الله يبارك فيك. اليوم نجربو ونرسلو لك. يلا فاطمه، بالي بالفعل اختي، الارزاق بيد الله. شنو اسم القناه في الاحمر؟ ايتيغ كوتور، كاينه في الصفحه الرئيسيه، اما ايتيغ كوتور ولا عالم الهام ايتيغ. الله يحفظك يا احلى واجمل وارق، خليك لينا حبيبتي، الله يطول لي عمرك. البنات كما قلت، الا دخلتي معانا اختي غادي تستفدي اكيد، وغادا تقضي الغرض، وغادا تحلي المشروع ديالك باذن الله، بغي داك الاراده. والله القسم الا معايا شي بنات ما شاء الله عليهم باغيين يخدموا، واللي حطيتها كتطبق، واحد الحماس، واحد سورتو في الدوره التكوينيه. مازال الجروب ديال اليوتيوب شويه ناعسين، مازال خصني نقرصهم واحد شويه. انا من فاس حبيبتي ولكن ساكنه في كازا. مرحبا حبيبتي الرحاب، انا يلا دخلت. ايوا يلا دخلتي، شوفي الفيديو ان شاء الله. دابا نلوحو، دابا نلوحو في القناه ديالي هذا اللايف، لانه مهم بصراحه. كنت غادي نصورو فيديو، لان فاش صورت الفيديو ديال المسطره المصغره بقيت تنقول كاين اللي غيشوف المسطره المصغره وما ديش يعرف فاش غادي يخدمها، كيفاش غيخدمها وعلاش غادي يخدمها. دونك خصني نحط فيديو نوضح الناس اللي ما فاهمينش. من بعد منين انا دائما نهار الجمعه تندير لايف، دائما نهار الجمعه مع ما بين 3 3 ونص تندير لايف. نورمالمون كنت كنديرو في اليوتيوب، ولكن دابا منين توحشت التيك توك، مش حالة ديما دخلت لي قلت علاش لا ندخل ندير واحد لايف، حتى انا من فاس وانا من جديده. متشرفين اختي، متشرفين حبيبتي. دونك قلت غادي نوريهم ليش كيصلح باش يستعملوا الثوب ويزعموا، واللي معكازه واللي ما عندهاش التويبات واللي ما عندهاش الفلوس باش تشري الثوب باش تتعلم. حيت باش يكون عندنا الفلوس اي موديل شفناه نوضو نمشيو نشريو له هذاك الثوب، واخا تنقولوا راه غير 20 درهم 30 درهم، لكن الله يحسن العوال الناس. اذا هذه طريقه البنات، اللي ما عندهاش التويبات تمشي لعند الخياط، نقولها لكم سيروا عند الخياط تقول له عطيني لي داشي اللي تيبقاو لك التويبات اللي تيشيطو عليك،
هو الرب استعداد عليه تنقصيهم عليه، لانه في جميع الحالات يرتاحهم. خذوهما البنات، الموديل اللي حطيته اللي حطيته، واخا هاد الكيمونو راني حطيته في الفيديو، حطيته تا واحد حطيته مسدود، حطيته في مقاسات حقيقيه، حطيته مسدود لان بغيت نحلو من الجناب ونديرو على شكل كاب، واخا هو كاب كان ولكن هو بكم متصل. راه قلت لكم هاد الكم متصل راه كيخرج بزاف ديال الموديلات. واخا اللي شفتوها طبقوها تما صافي، وما تنساو ليش لي باترون. لي باترون راه تينفعوا، راه بزاف تيعكزوا على التعلم في الباترون. ديروا باترون من الباترون تعرفوا تحطوا على الثوب. كنتمنى يكون واضح هذا الشيء. هانتوما ها الباترون، درنا الامام درنا الخلف، كنتمنى يكون واضح البنات. شكرا على الانتباه ديالكم، ان شاء الله لايف مقبل يا اما هنا يا اما في القناه ديالي اللي عندها